فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن الفصل بين عباداتنا وعبادات من قبلنا أمر مقصود للشارع. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث مؤكد للحديث الذي سبق في آخر الحلقة الماضية في أن المشروع للمسلمين أن يبادروا بصلاة المغرب عند غروب الشمس، ولا يؤخروها إلى أن يظلم الجو وتظهر النجوم، لأن هذا من فعل اليهود، نحن منهيون عن التشبه بهم. وألا نؤخر صلاة الفجر عن طلوع الفجر إلى أن يذهب ضوء النجوم بسبب كثرة الإسفار، بسبب كثرة الإسفار، بل إننا نعجل بصلاة الفجر في أول وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني في ظلمة، صليها في ظلمة. وسبق الكلام على هذه المسألة. فيه الآن من بعض الشباب أو بعض المنتسبين لطلب العلم من يشكك في صلاة الفجر، ويقول إن الناس يصلونها قبل دخول وقتها، ويضعون في هذا الشبهات، بل إنهم كتبوا في إبطال صلاة بعض الجهات، وهذا من الجهل والغرور. فإن المشروع هو أنه إذا طلع الفجر فإنه يحين وقت صلاة الفجر، وطلوع الفجر واضح، هو قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، فهذا هو الفجر الذي يحرم الطعام بالنسبة للصائم ويدخل به وقت صلاة الفجر، وهو أمر واضح يتبين، يعني كل يرى الفجر إذا ظهر في الأفق، علامة واضحة ليس فيها خفا. فلماذا نؤخر إلى أن يظهر الإسفار ونتشبه بالنصارى وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فينبغي لهؤلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن لا يتكلموا في أمور العبادات ويغرروا بالناس بناء على فهمهم القاصر